الله يمسيكم بالخير. كيف اعرف ان وزني مثالي او ان وزني لا والله مرتفع او ان وزني منخفض؟ ببساطه في شيء يسمونه مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم عباره عن ماذا؟ طبعا يرمزون به بودي ماس اندكس، عباره عن حاجتين سهله جدا كنا نعرفها ببساطة. تقدر تحسب لنفسك وزنك، اوكي، على طولك، لكن طولك ايش؟ بالمتر تربيع. ببساطة على سبيل المثال انا يا سعود كم مؤشر كتلة جسمي؟ وزني 63، مضبوط. طولي 170، طبعا كم تساوي متر؟ 1.7 قص 2 كم تساوي؟ 1.7 على 1.7 بكم؟ نحسبها بالآلة طبعا، 1.77 أو 1.7 ضرب 1.7 نفسها تنظري في نفسها يطلع العدد 2.89. أوكي، نقسم هذا على هذا يطلع لنا رقم في الأخير اللي هو 21.7. هذا هو الرقم اللي طلع لي، سهلة جدا. طيب وخير يا طير 21.7. 21.7 عندنا معدل طبيعي لمؤشر كتلة الجسم اللي هو شوف 18.5 احفظها و 24.9 احفظها. الرقمين هذه أي شيء داخلها فهو ممتاز. فوق مرتفع، تحت منخفض، ممتاز. يعني 18.5 تحت، 18.4، 18.17 منخفضة، 25 وفوق اعتبار مرتفع. طبعا يدخل في فوق اللي هو 25 يدخل في مرحلة ما قبل السمنة ثم السمنة وإلى آخره، لكن أهم شيء الرقمين هذه تعرفها. سلام.